شو اللي عم يصير؟ شو عم تساوي هالبنت؟ قال إنها جاية تشتغل خدامة. لا مو خدامة، أنا أجيت لحتى أشوف قدرة بيك. مين قلتي؟ الضابط قدرت. رنا خانم، من بعد إذنك سيادة الضابط بعت لك معي هذا الظرف. هو بعت لي هدول المصاري؟ بس أنا ما بدي منه مصاري، أمي قالت لي رح يساعدني لحتى أكمل تعليمي. بترجاك اسمح لي إني أشوفه مشان أحكي معه. مو كل واحد بيجي لهون بيقدر يفوت لجوا، وخاصة إذا بهالمنظر. ممنوع. طيب ناديلي للضابط عزيز، لأنه هو بيعرفني أنا أجيت معه لهون. طلبوا منا نعطيك المصاري وبعدين نصرفك منه. شو قصدك؟ يعني عم يقلعوني؟ هذا اللي طلع معهم هلا؟ شو شايفيني شحادة؟ خد رجع لسيادته هالمصاري، قل له أنا مو بحاجة إلهم بنوب. بس الأوامر إنك تاخديهم. وأنا عم بأمرك ترجع له إياهم. طلعي فيني لأشوف. أنتي منين بتعرفي لقدرة بيك؟ أصلاً هيك زلمة ما بتشرف إني أكون بعرفه. هاي رنا كانت على الطريق. عزيز أنا خليتهم يعملوا الفطاير مشانك، إذا بدك كمان قلي. لا شكرا لك، بكفي هيك. أهلا وسهلا. أهلين فيكي عمتي. بعرفك هذا هو عزيز. على الأغلب إنه أنت يلي في بنت برا بدها تقابلك. أي بنت هي؟ هي البنت بتكون قرايبتك يمكن. هي قالت لك عن شي؟ قالت وكترت، قالت للكل. ورجعت المصاري كمان. لا تواخذيني مرت أخي، بصراحة أخي معه حق لما رفض إنه يساعد هي المخلوقة. يعني باختصار قالت حكي فظيع مستحيل إنه يتصدق. قالوا عاملة حالة محجبة كمان، والأضرب إنه ما في غير رايحة وجاية جنب البيت. قليلة أدب. أنت من وين بتعرف هاي الأشكال؟ طبعاً هالصايعة بعد ما نفضت إيدها من أخي صارت بدها تجرب حظها مع عزيز. لا تواخذوني يا جماعة، مضطر اطلع هلا. عن اذنكم. عزيز حبيبي. عزيز لوين؟